ولكن وائل الإبراشي كان صامدا في وجه أعداء الوطن. عشان كده هم من امبارح عاملين حملة ضد وائل الإبراشي، وعاملين حملة ضد المستشارة تهاني الجبالي اللي أنا كمان واحدة من الناس اللي افتقدتها وبيفتقدها، وكلنا افتقدنا المستشارة تهاني الجبالي. ربنا يرحمه ويرحم وائل الإبراشي يا رب يا رب على اللي عملوه وقدموه لبلدهم. مستشارة تهاني الجبالي كانت لسه بتكلمني يمكن شهرين ولا حاجة، كنت بعد حلقة لقيتها بتطلبني تكلمنا على الحلقة، ويعني سبحان الله سبحان الله. ودايما بنقولها الناس الوطنيين، كانت مستشارة تهاني الجبالي مخلصة لمصر ووقفت مع بلدنا في وقت الأزمة، كانت واحدة من اللي وقفوا وتصدت لطيور الظلام، وقفت في وجه الجاسوس المجرم محمد مرسي عيسى العياط اللي ما كانش عايز يأدي اليمين الدستورية على الهواء، وهي رفضت هذا الأمر وأصرت على تأدية اليمين وتسجيل اليمين وتأدية اليمين على الهواء. كان هو قال لك لا، انه كان عايز يأديها في التحرير وجامعة القاهرة، وما كانش عايز يأدي قدام المحكمة الدستورية العليا، وأصرت. ربنا يرحمها ويحسن إليها. شماتة أيضا من الإرهابيين الخونة قتل الإخوان أعداء مصر وأعداء أي حد بيحب مصر. خلي بالك وانت ماشي مع بلدك هتلاقي العدو اللي هو ما بيحبش بلدك واقف ضدك، هم الإخوان. احنا أعدائنا النهاردة حاجتين، اللي جنبنا هيفضلوا مدى الحياة أعدائنا، والإخوان هيفضلوا مدى الحياة أعدائنا. ما عندناش عداوة مع حد تاني، أي حد ممكن تقعد معه وتتصالح معه وتتكلم معه ما عدا هم الخونة دول. لا هنتكلم ولا هنقعد ولا حد هيبقى ليه كلام، لأن كل يوم بيظهر الوجه الحقيقي ليهم، اللي ظهر امبارح مع وائل الإبراشي واللي ظهر امبارح مع تهاني الجبالي، بيؤكد ان احنا على حق، ان دول مش مصريين ولن يكونوا مصريين، ودول زي ما بقول كده مش مسلمين. المسلم ايا كان يعني، وتقول ربنا يرحمه ربنا يرحمه وحسابه عند المولى سبحانه وتعالى. انت مش انت، ربنا ما خلاكش انت في الارض عشان تنوب عنه في الارض، عشان انت اللي تحدد رايح النار ولا رايح الجنة، مش انت، في الخالق اللي خلقني واللي خلقك. بس احنا عندنا الايمان الكامل بالمولى سبحانه وتعالى، عندنا ايماننا بديننا والقرآن والسنة النبوية الشريفة. انتم ما عندكوش ده، وانا بقول ما عندكوش من حجم الكراهية والشماتة.